قصتنا اليوم عن عمرو بن العاص داهية العرب. هو أحد أكثر الشخصيات جدلا في التاريخ الإسلامي، بين من يراه فاتحا عظيما ومن لا يرى فيه سوى المكر والخداع بحثا عن السلطة والنفوذ بأي ثمن. فمن هو الرجل؟ أبوه هو العاص بن وائل بن سعيد السهمي القريشي الذي كان كبير بني سهم، رجل أنكر الدعوة واستهزأ بالنبي الكريم ووصفه بالأبتر بعد موت ولديه، حتى نزلت فيه الآية الكريمة إن شانئك هو الأبتر. لكن عمرو بعد قتال ضد المسلمين في غزوات بدر وأحد والخندق أسلم في السنة الثامنة من الهجرة ليصبح من أبرز قواد جيش الإسلام في معارك عدة. أبرز إنجازاته فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي ولاه عليها، ولكن جاءت رياح التغيير السياسي أتت بما لم تشتهيه سفن ابن العاص، ولم يهنأ الرجل كثيرا بإنجازه ولا بالفسطاط مدينته الوليدة. ولكن كيف؟ يقول لنا ابن عبد البر مؤلف كتاب الاستيعاب الذي روى لنا فيه عن الصحابة إن المصريين اشتكوا من عمرو بن العاص، واشتكوا من انتشار الجوع في البلاد فربطوا حجارة على بطونهم حتى يسكتوا أنين الجوع. الحالة اللي بيقول عنها المصريون الآن عصافير بطن بتصوصة، وكانوا يرتقون ثيابهم زهدا أحيانا وفي أحيان أخرى فقرا، كما قال الحافظ ابن كثير. شعر المصريون وبعض سكان مصر من العرب بظلم شديد، فبدأوا في مراسلة الخليفة عثمان بن عفان بل والسفر إليه. حاصروا بيت عثمان وقالوا له ولي علينا من هو ألين منه، ولفض التجمهر ولى عثمان عبد الله بن أبي صرح على الحرب وعلى الخراج، وترك عمرو فقط ليصلي بالمسلمين، رغم أن النبي قد مات وفي حلقه غصة من ابن صرح لأنه ارتد. بالطبع لم يتقبل ابن العاص ما حدث، ولكن مثله أدهى من أن يدخل في صدام غير محسوب العواقب. قرأ سريعا المشهد السياسي، عندما أدرك بذكائه أن وضع عثمان بن عفان غير مستقر راهن على الحصان الذي استشف أنه سيربح فيما بعد، وهو معاوية بن أبي سفيان والي الشام حينئذ. فتحالف عمرو بن العاص معه منتهزا فرصة ثورة الأمصار ضد الخليفة العجوز وكثرة الخوارج عليه. ثمن التحالف بين عمرو ومعاوية هو أن يعاد إلى ولاية مصر. قتل عثمان ثم تولى آخر الراشدين علي، لتبدأ أحداث ما يعرف تاريخيا بالفتنة الكبرى، فتنة حسمها دهاء عمرو لصالح فرس رهانه معاوية، لتقترب ولايته الثانية على مصر التي أصبحت مثواها الأخير لاحقا، بعد أن أهدى ابن أبي سفيان ونسله ولاية المسلمين ونشأة الدولة الأموية في أول توريث للحكم بالإسلام. أعاد عمرو فتح مصر لحساب معاوية وقت اشتداد معاركه مع علي، بعد أن ولى علي بن أبي طالب محمدا بن أبي بكر الصديق لإمرة مصر في رمضان سنة 37 من الهجرة، وبدهائه استعان عمرو بمن يطالبون بالثأر لعثمان، لأنهم كانوا يرون أن ابن الصديق أحد رؤوس الثورة على عثمان. ويقول لنا الطبري في تاريخه إنهم حاصروا ابن أبي بكر بإعاز من عمرو، وعندما اشتد العطش على الرجل منعوا عنه الماء قائلين لقد منعتم الماء عن عثمان. وتقول روايات ذكرها الذهبي وغيره إنهم قتلوه ودسوه في بطن حمار ميت وأحرقوه، وقيل أنهم أرسلوه إلى ابن العاص فقتله. قصة ابن العاص تشبه قصص ساسة يعرفون طريق الوصول إلى السلطة والبقاء فيها، يغيرون التحالفات والولاءات لخدمة مصالحهم، أمر قديم قدم التاريخ.